اليوم جايين للبال حتى نشتري ارخص سيت ملابس بالعالم. اتعشي من نريد اخذ هدوم من الباله والنوبه ويا مروان، واول ما قلبنا بالبسطيه لقيت المروان بدي حلو كبير شويه والله ضعف ما توكلني. ايش قد سعره؟ 1000 ونص. وهسه اجى دوري حتى القى لي بدي. ايش بدي؟ بلف دينار. هاي اصعب مهمه بالعالم، تلقى شيء او بدي من الباله يعجبك. واخيرا وبعد طول انتظار والله يمكن اجى الفرج، قدرتها حتى اشوفها قياسي لو لا. حاتم العراقي. بصراحه شفته حلو وعلى قدي. وصلنا للبرمودا ولقيت للمروان قطعه ما تتعوض، وانا عجبتني هاي البرمودا البيجيه، ومروان اقتنع وقنعته بهذا الشورت. وهسه بقالنا بس الاحذيه، ولقينا واحد يبيعهن ب 1000. قد قياسك انت؟ 43. 43؟ هذا ب 1000 دينار، بس انت وحظك، هذا كل شيء ما بي يعني. وبعد معاناه عجبني هذا. مروان انت شنو؟ هذا حلو عجبك؟